بس في ناس كده بتحب دايما تاخد اللقطه او تيجي مثلا تقول لك ايه الحصري عندي انا، ايوه المصادر بتاعتي ما فيش زيها، وهي بتبقى ليس لها اي علاقه بكيان النادي الاهلي، يعني تماما ما فيش اي صله بتوصلها بالنادي الاهلي او بتجمعها مع النادي الاهلي. وعايز اقول لحضراتكم الاوحش من ده او الاكبر من ده كمان، ان احنا ممكن ناس، ودي بتحصل لي كتير، ما اعرفش تحصل لك ولا لا، يجي حد قال يعني ايه بقى خبيث، يعني سواء زميل صحفي او غيره، يقول لا، يقعد يرغي كده، وبعدين يقول لك طب ما فيش جديد بقى عندكم سواء في القناه او في النادي. اقول له يعني اكيد حتى لو في جديد انا مش هقول لحضرتك، بعد اذنك وبمشي. يعني قمه الذكاء او مش عارفه هي غباء، ان انت فاكر ان احنا ممكن نقول معلومه واحنا الكيان عندنا ما اصدرش اي معلومه بشكل رسمي، يعني احنا ليس لنا الحق اصلا احنا حتى ان احنا نقول اي حاجه غير لما النادي هو اللي بيصدر هذا الموضوع او هذه المعلومه بشكل رسمي. ف يعني خلي فيه ذوق شويه. ومش عارفه ليه الناس برضو شاغله بالها قوي بالنادي الاهلي بهذا الشكل، يعني ناس كتير ما فيش عندك برامج قايمه على الجديد في النادي الاهلي، يعني تلاقي حلقات بتقام على الجديد في النادي الاهلي، مفيش حاجه تانية في مصر تتعمل في الرياضه. عارفه لو جت على قد البرامج اقول لك ماشي. السوشيال ميديا خربت الدنيا. ده بص بقى، السوشيال ميديا يعني اللي المفروض ان هي مصدر لتبادل المعلومات، اخبار، تواصل، هي اصلا اسمها سوشيال ميديا، تواصل اجتماعي، لا بقت مزعجه جدا بصراحه في الفتره الاخيره. وقصه المعلومات اللي بتتحط وعلى فكره ده حتى ممكن يحط لك صوره حد معروف ويحط لك فوق بعض الكلمات كده او بعض الجمل او التصريحات ويقول لك بص قالي. انا على فكره بتحصل لي اوقات، معرفش، يقول لك حط صورتي، قلت طب فين الفيديو؟ هات المعلومه دي من الفيديو، اسمع الفيديو وبعدين اتكلم. ما فيش حاجه اسمها كده، يعني لما تبقى عايز حضرتك تاخد معلومه اسمعها بودنك او شوفها بعينك، لكن ان انت تشوف كده حد عامل شير لحاجه امر يعني ساذج جدا. اعتقد احنا اذكى من كده بكتير كجماهير كلنا، يعني كشعب المفروض ما ننسقش ورا اي حد يقول اي معلومه، وحتى حد له كيان طبعا وله كل الاحترام، بس يقول لك خد المعلومه دي من عندي. معلش احنا عندنا كيان لما بيصدر منه اي معلومه بشكل رسمي او تصريح بشكل رسمي ساعتها بناخده، لكن طبعا زي ما انت قلت الفترة الأخيرة إحنا نفسنا بقينا نقرأ، يعني إحنا بتابع هذا الكيان ومنتمين لهذا الكيان وبنشتغل في هذا الكيان، نقرأ حاجات اللي هو أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ يعني فعلا صفقات وناس بتيجي وناس بتمشي وسواريش قاعد وسواريش ماشي، يعني مفيش حاجة من هذا الأمر. أرجوكوا نتوخى الحذر جدا، لما يبقى في معلومة بتصدر من النادي الأهلي بشكل رسمي ساعتها نقدر إن إحنا نتناقش فيها، غير كده أتمنى من حضراتكم إن إحنا ما ننسقش ورا أي حاجة بتتقال، ده طلب يعني.